مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الملفات الاقتصادية، الملفات التي سنطرحها في حلقة اليوم. شركة تركية وأخرى إسرائيلية تفوزان بمناقصة تشغيل القطار الهوائي في حيفا في ظل استمرار التوتر السياسي بين البلدين. شركة فيسبوك العالمية تكشف النقاب عن خطتها لإطلاق عملتها الرقمية ليبرا خلال العام القادم. مناقصة حكومية إسرائيلية تفوز بها شركة تركية وأخرى إسرائيلية لتشغيل القطار الهوائي في حيفا في ظل استمرار التوتر السياسي بين البلدين، تقدر تكلفته بما يزيد عن 90 مليون دولار. أعلنت وزارة المواصلات الإسرائيلية مؤخرا فوز شركة البورصة التركية سويا مع شركة إسرائيلية في مناقصة تشغيل التلفريك في حيفا، وهي وسيلة مواصلات إضافية للوسائل الموجودة في المدينة، الحافلات والقطار والمترو. وفازت الشركة التركية على شركات إسرائيلية أخرى شاركت في المناقصة. ويأتي فوز الشركة التركية في ظل توتر سياسي مستمر بين تركيا وإسرائيل، وتحديدا بين زعيمي البلدين نتنياهو وأردوغان، إلا أن هذه التوترات السياسية لم توقف الارتفاع المستمر في التبادل التجاري بين البلدين. مشروع التلفريك القطار الهوائي، والذي تقدر تكلفته ب 315 مليون شيكل أي ما يزيد على 90 مليون دولار، ستقوم ببنائه شركة حكومية، ومن المقرر أن يباشر العمل في المشروع في النصف الثاني من عام 2020، وسيشمل 6 محطات على طول طريق مسافتها تزيد على 4 كيلومترات. شركة ناتيف إكسبرس الإسرائيلية تدير وسائل النقل العامة في الجليل، وبموجب شروط المناقصة ستقوم ناتيف إكسبرس وبورصة تركيا بتدريب عشرات الموظفين على تشغيل التلفريك. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركات على إدارة منظومات التذاكر الذكية واللافتات الإلكترونية، والتي ستجعل التلفريك جزءا من نظام النقل العام في حيفا. ووفقا لوزارة النقل، من المتوقع أن يؤدي التلفريك إلى تحسين المواصلات في المنطقة وتخفيف الضغط على مواقف السيارات في الجامعات والشوارع المجاورة. وللحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو: دكتور أليكس كومان الخبير في الشؤون الاقتصادية المحلية والعالمية، السيد جدعان بيبار صاحب شركة استثمار وخبير اقتصادي. أهلا بكما. أبدأ معك أليكس، نحن نعلم أن تركيا تهتم بالتعاون الاقتصادي مع إسرائيل، أعطينا صورة الوضع حول هذا التعاون. نحن نرى أن لتركيا قدمان، القدم الأولى في أوروبا، وأنت ترى أشخاص كثيرين في تركيا يمكن لهم أن ينفذوا عمليات تخطيط في مجال البنى التحتية كالقطارات، وهي أعمال تحتاج إلى الخبرة وإلى القدرة. والقدم الثاني هو في آسيا، وهو عبارة عن قوة العمالة التركية، وهي ليست بالمكلفة، وهذا مزيج إيجابي لتركيا. هناك قدرات اقتصادية هائلة، ولكن لديها مشكلة سياسية قوية تمنعها من تمكينها. سيد جدعان بيبار، يعني مع الأخذ بعين الاعتبار التوتر السياسي بين إسرائيل، ولكن المعطيات تقول غير ذلك حول حجم التداول. نعم، فنحن نرى أنه في وسائل الإعلام نحن نرى أنه طبعا يوجد هناك مشاكل بين إسرائيل وتركيا، ولكن في الواقع بين أصحاب المصالح والمصالح الكبيرة يوجد هناك تعاون كبير جدا. ففي سنة 2017 مثلا كان هناك رقم قياسي من ناحية حجم التداول بين الدولتين، تقريبا 4.3 مليار دولار، مرة أخرى رقم قياسي. نعم. بالرغم من كل التوتر، ونحن نرى بأن إسرائيل يوجد هناك عجز اقتصادي بقيمة 1.5 مليار دولار، أي بأن إسرائيل تستورد من تركيا أكثر من ما تصدر لها بقيمة 1.5 مليار دولار. فهناك علاقات متينة جدا من ناحية اقتصادية. نعم، يعني أليكس، كيف تفسر التداول الإسرائيلي التركي على خلفية أن هناك نمو اقتصادي عالي 7.4% السنة الماضية في تركيا، يمكنها أن تعمل وأن تقدم للمناقصات بأسعار زاهدة، ولكن نحن نرى أن الاقتصاد التركي يعاني من مشاكل معينة؟
هذا هو التناقض الاقتصادي. أردوغان بسبب مشاكله السياسية دمر العملة الليرة التركية، وكلما كانت العملة التركية ضعيفة فالمقترحات والعروض الاقتصادية التركية تكون أفضل، لأنهم يقدمون عروضهم بالدولار. يمكن لهم أن يقدموا عروض منخفضة، ولكن هذه العروض تكون مربحة بما فيه الكفاية في الداخل التركي. انهيار العملة التركية تقوي القدرة التركية على تقديم مناقصات. يعني جدعان، يمكن أن هذا التوتر لا يمكن أن يؤثر. يعني التركية دولة فوق 80 مليون نسمة، الإنتاج حوالي 1.6 تريليون دولار، يعني مع قدرات كبيرة جدا من الناحية الاقتصادية. بالرغم من التوتر، كيف ترى استمرار التعاون بين إسرائيل وتركيا؟ يجدر بالذكر أنه سعر الليرة طبعا إذا كان انخفض أو إذا كان منخفض هذا شيء جيد للتصدير، ولكن للمواطنين التركيين هذا شيء غير جيد، لأنه يغلي لهم الأسعار. نعم، أوكي؟ وتصبح يعني الأجور والقوة الشرائية أقل. نعم، ولكن من ناحية أخرى نحن نرى طبعا قوى الاقتصاد لا يهمها المشاكل السياسية، ففي الدولة التي تقدر بأن تعطي المنتوجات بسعر منخفض أكثر أو بجودة مشابهة لدول أخرى سوف نرى بالعلاقات الاقتصادية. ونحن نرى بأن إسرائيل هي واحدة من أكبر 10 دول التي تستورد من تركيا. فهناك علاقات الأمور الاقتصادية تسير في يعني بشكل أوكي، في ارتفاع حتى في ارتفاع في السنوات الأخيرة في ارتفاع. نعم، يعني أليكس، لو تحدثنا عن الاقتصاد الماكرو، نرى أن تركيا يعني عانت في السنة الأخيرة بسبب العقوبات الأمريكية وهبوط قيمة الليرة، وسياسة أردوغان مع البنك المركزي ومطالبته بخفض الفائدة المصرفية لمكافحة التضخم المالي، ومع ذلك نرى أن الاقتصاد التركي متين. كيف تقرأ الاقتصاد التركي؟ نخون قدم كل ذا كلكلة هذا اقتصاد كبير، وقضية العملة التركية الليرة هي جذابة فيما يتعلق بالتصدير، لأن المنتجات التركية تكون رخيصة. وفي الزاوية السياسية هناك حرب بين إسرائيل وبين تركيا فيما يتعلق بالغاز، لأن إسرائيل تمتلك الغاز، مصر لديها الغاز، وقبرص لديها الغاز، وهذا الغاز من المفترض أن يلتف عن تركيا. الذكاء هو التوصل لهذا التوازن الحساس بين القدرة الاقتصادية التركية وبين التناقضات السياسية. نعم جدعان، كيف ترى هذا العمل المشترك يعني أهميته لدعم الاقتصاد الإسرائيلي التركي؟ هذا المشروع الذي دخلت إليه شركة تركية بالتعاون مع شركة إسرائيلية عمليا. طبعا الشركة المناقصة لقد دخل إليها أيضا شركة إيجد ودان وعدة شركات، شركات سفريات يعني. نعم، وشركة العفيفي. نعم، شركة عربية من الناصرة. وطبعا ربما هذا يعطي نقاط إيجابية أكثر في المناقصة، وفخر لنا أن نرى بأن شركة عربية إسرائيلية. نعم، تقوم بهذا المشروع الكبير. يعني في تعاون، وهذا التعاون أيضا يصل إلى المجتمع العربي. وأنت تعلم أن يعني عمليا حتى من ناحية السياحية الجماهير العربية من الداخل الإسرائيلي تسافر إلى تركيا وحتى تشتري عقارات في إسطنبول وأماكن أخرى. ليس فقط المجتمع العربي، كل الإسرائيليين يحبون الخروج إلى أنطاليا، إلى إسطنبول. نحن نرى بأن السياحة التركية من أكبر الأسواق السياحية في أوروبا أو في آسيا، مرة أخرى بسبب الأسعار المنخفضة. نعم، فنحن نرى بأن إذا أردت الخروج إلى نزهة، إلى فندق. نعم، فنفس الفندق في نفس المستوى قد تجده في تركيا بنصف السعر من أوروبا. نعم، أو أماكن أخرى.
نعم أليكس، تركيا يعني دولة قوية من الناحية الاقتصادية، ونحن نرى أحيانا أن هناك تأثير للأمور السياسية، علاقتها بأمريكا بروسيا. يعني في الآونة الأخيرة سمعنا عن أردوغان يخسر الانتخابات في إسطنبول للمنافس طبعا. هل هذا يعني سيؤثر على الاقتصاد التركي أم هي نهاية عهد أردوغان؟ أنا لا خشف أردوغان. أنا لا أعتقد أن أردوغان ضعيف. أنا لا أرى نهاية حقبة أردوغان. زوجتي أصلها من تركيا وعائلتها كانت سعيدة بهذا النظام القوي. أردوغان للأسف سيتواجد في تركيا لمدة طويلة، وللأسف الأتراك، لأن في نهاية المطاف هذا سيمس بالاقتصاد. بما يتعلق بما تحدثتم عنه، أنا أعتقد أن هذا جميل جدا أن المجتمع العربي في إسرائيل ينهون يستطيعون المشاركة في مناقصات داخل إسرائيل. يعني هل هذا الأمر يسير بأن أردوغان يعلم كل هذه الأمور ويعطي للأمور الاقتصادية أن تسير مع إسرائيل ولا يكترث كثيرا بالأمور والخلافات السياسية مع بنيامين نتنياهو على سبيل المثال؟ أنا لم أرى أن أردوغان يحاول أن يمنع السياحة من إسرائيل وأن يمنع من الإسرائيليين شراء العقارات في تركيا وحتى من الصناعة. هو مثل كل أولئك الشعبويين كدونالد ترامب وغيره، يقوم هو يعوي ولكنه لا يتخذ أفعال، لديه خطابات نارية ولكن في العمل لم أرى أي مس كما نعرف أنه نعم. يستطيع أن يمس. نعم، يعني أنا رأيت المعطيات عن تركيا سيد جدعان ببار، أن يعني في 30 مليون عامل وموظف في تركيا، وفي نسبة بطالة يعني نسبيا عالية، يعني تقريبا تفوق 10%. فهل نحن نعطي هذه المناقصات لدولة مثل تركيا لنحل مشاكلها التشغيل، أم أن الشركة التزمت بأن تشغل وتعمل مع شركات إسرائيلية ويعني قوة بشرية إسرائيلية؟ التعاون بين شركة بورصة وبين الشركة الإسرائيلية أفيفي جروب هو من ناحية التشغيل العمال المحليين، طبعا سوف يكون هناك أيضا عمال من تركيا، ولكن نحن نتكلم هنا عن عشرات العمال في المنطقة الذين سوف يعملون في تشغيل القطار الهوائي. نعم، يعني يمكن أن نقول بأننا سنستمر في هذا التناقض بين العلاقات المتوترة سياسيا، بناحية أخرى نرى أن الأمور الاقتصادية تسير في الاتجاه الصحيح وحتى مناقصات في داخل البلاد. ابقوا معي للموضوع الثاني السيد جدعان ببار ودكتور أليكس كومان. شركة فيسبوك العالمية تكشف النقاب عن عملتها الرقمية ليبرا والتي ستطلقها خلال العام القادم، حيث سيتسنى للمستخدمين الدفع بهذه العملة عبر التطبيقات الخاصة بفيسبوك وعبر تطبيق واتساب. كشفت شركة فيسبوك العالمية عملاقة التواصل الاجتماعي النقاب عن تفاصيل خططها لإطلاق عملة رقمية جديدة تدعى ليبرا خلال العام القادم، والتي ستكون عملة مشفرة عالمية وستبنى على قاعدة بلوك تشين جديدة، ولن تعمل على فيسبوك فقط بل على الشركات 28 القائمة عليها، والتي من بينها فيسبوك وفيزا وباي بال وأوبر، والتي ستقبل التعامل بالعملة المشفرة وستديرها جمعية تتخذ من جنيف السويسرية مقرا لها، حيث سيتسنى للمستخدمين الدفع بهذه العملة عبر التطبيقات الخاصة بفيسبوك وعبر تطبيق واتساب. وستقوم عملة ليبرا الجديدة بفتح الطريق إلى عالم العملات المشفرة أمام مليارين من مستخدمي فيسبوك، ما سيجعلها أكثر شعبية وبالتالي يدفع عددا أكبر من الأشخاص لاستخدامها كوسيلة دفع فعلية بدلا من معاملتها على أنها فرصة تجارية قصيرة الأجل يقصدها المستثمرون الذين يبحثون عن الثراء السريع. وقد تضر الليبرا في حال نجاحها بعملة البيتكوين، إذ قد يفضل المستهلكون عملة ليبرا التي وصفت بأنها مستقرة أكثر من عملة بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة التي كانت عرضة لتقلبات كبيرة في السعر بالماضي.
لكن القلق الأكبر المتعلق بليبرا يعود إلى مسألة الحماية الشخصية للمستخدمين ولنقودهم. ولنقاش هذا الموضوع أعود إلى ضيفي في الأستوديو، الدكتور أليكس كومان الخبير في الشؤون الاقتصادية المحلية والعالمية، والسيد جدعان بيبار صاحب شركة استثمار وخبير اقتصادي. أبدأ معك جدعان، يعني نحن نسمع عن مبادرة جديدة لفيسبوك، ما هذه المبادرة؟ دعنا، نحن نعلم أن هناك بيتكوين وبلوكتشين وما شابه، لكن ماذا يعني، ما تعني هذه المبادرة؟ كما نرى في السنتين أو ثلاث سنوات الأخيرة، موضوع البلوكتشين أو الكريبتو كرنسي، العملات الرقمية، هو موضوع جدا حار عند شركات الهاي تك والشركات الكبيرة. وفيسبوك ترى بالأحرى هي لا تصنع أي شيء جديد، ولكن هي تأخذ السوق الذي نراه بأنه صعب جدا، فيه ما يقارب 1.7 مليار شخص في العالم الذين الخدمات البنكية غير متاحة لإلهن، والسوق هذا السوق يجني ما بين 50 ل 60 مليار دولار سنويا في العمولات. فهي تأخذ هذا السوق مع البلوكتشين والعملات الرقمية، وبنت بالأحرى هي تبني أكبر بنك في العالم، بنك الذي هم يأملون بأن يخدم 1.7 مليار زبون سنويا. فلا يوجد من ناحية تكنولوجية أي شيء جديد لم نراه من قبل، ويوجد خدمات كهذه في العالم، ولكن الشيء الجديد الذي عملته فيسبوك هو طبعا الشيء الذي الكثير من الشركات أو المصالح تقدر بأن تتكيف له، بعكس البيتكوين أو باقي العملات الرقمية. يمكن أن يكون للاستعمال للأفراد، يعني يمكن أن أدفع بواسطة الليبرا مثلا على سبيل المثال. دكتور أليكس كومان، يعني نحن نعلم أن قضية البلوكتشين فيها نوع من الخطورة، هناك تخوف من غسل الأموال ومن عصابات إجرام تدخل إلى هذا الموضوع، كيف تقرأ هذا السوق وتدخل إليه الآن، يعني يدخل إليه لاعب جديد؟ فيسبوك تتنافس مع عدة تواجه عدة مشاكل يواجهها البيتكوين. المشكلة الأولى أن البيتكوين يرتفع وينخفض، ويمكن التلاعب به، رفعه وتدميره، والبعض يجني الرباح منه. الليبرا ستكون مرتبطة بمحفظة الناس، وهي ستكون أقل عرضة للتذبذبات السوق. إذا ما كنت ستشتري الليبرا مع الشيكل، فالشيكل سيحافظ على الليبرا في نفس المحفظة. النقطة الثانية هي المال الأسود. استعمال البيتكوين هو يخدم بعض أوساط الإجرام، وفكرة فيسبوك هو أن يتم الحفاظ على السرية، ولكن فيسبوك ستضطر أن تواجه مشكلة عدم قدرتها على الحفاظ على بيانات مستخدميها. وأنا أريد أن أتحدث عن نقطة 1.7 مليار أشخاص، هذا سوق في الدول النامية. نحن لا نتحدث عن ناس لديهم الهواتف الذكية، نحن نتحدث عن مواطنين من أفريقيا وأفغانستان والهند وآخرين لا توجد لديهم حسابات مصرفية، واليوم حساباتهم ستكون في الهاتف الذكي. جدعان، يعني أنت تسمع ما يقوله دكتور كومان، يعني هذه تعطي فرصة لفيسبوك التي تعتبر اليوم شركة عملاقة بأن تسيطر على مجالات جديدة، وهناك بوتنشال يعني حوالي كمان يقارب 2 مليار مستخدم. هذه أمور ليست بالسهلة. طبعا الكثير من الدول لا تعرف في الوقت الحالي كيف سوف تتعامل مع فيسبوك، أو بالأحرى مع الائتلاف. ليست فيسبوك لوحدها في هذه القصة، مع بعض 28 شركة كبيرة جدا، منها فيزا، منها أوبر، بوكينج، العديد من الشركات العظمى في العالم. والهدف بأن يكبروا هذا الائتلاف إلى 100 شركة. كل شركة تدخل الائتلاف تضع أو تستثمر 10 مليون دولار في هذه الشبكة. طبعا هذا إذا
نعم. إذا أخذنا المثال تبع فيسبوك في هذه التجربة، نحن نرى بأن فيسبوك تستهدف أيضا جوجل وأمازون. ففيسبوك من خلال الإعلانات سوف تصبح أمازون الثانية. أوكي. يعني نحن عمليا أمام إنشاء شركات عملاقة تسيطر على الاقتصاد العالمي، يعني في هذه في مثل هذه التطبيقات. نعم. وأريد أن أخذ رأيك يعني أليكس كومان، يعني هل نحن أمام واقع جديد؟ يعني اليوم فيسبوك مسيطر على حياتنا، فكم بالحري بعد أن تدخل إلى سوق الدفع ويمكنها أن تطلق عملة جديدة؟ لجامعة. بالتأكيد قبل 10 أعوام أربعة البنوك الكبيرة كانت تساوي ضعفي أربع شركات الكبيرة، اليوم أربع شركات التكنولوجيا تساوي ضعفي البنوك الأربع الكبيرة في العالم. ونحن نرى كيف أن فيسبوك تريد اختراق القطاع المصرفي، هي تدخل مع تكنولوجيا لا يمتلكها القطاع المصرفي، والسماء ستكون الحدود بالنسبة لفيسبوك. كيف ترى جدعان يعني تقريبا المقارنة بين العملة الموجودة الآن البيتكوين مع البلوكتشين؟ لأنه رأينا أنها ترتفع وتتخطى حاجز الـ 11,000 دولار مع دخول هذه العملة. هل سيكون هناك تنافس وهبوط في الأسعار أم بالعكس؟ في الوقت الحالي نحن نرى بأن الهايب قد تجدد، يوجد هناك الكثير من الاهتمام في البيتكوين وباقي العملات الرقمية بسبب الليبرا، ولكن لا يوجد مكان للمقارنة لأن الليبرا تحل الكثير من مشاكل البيتكوين وباقي العملات الرقمية. يعني تعلمت من تجربتها؟ الكثير. فنحن نرى مثلا في شبكة البيتكوين يمكن بأن نعمل 7 صفقات في الثانية، في شبكة الإثيريوم 15 صفقة في الثانية، على شبكة الليبرا بإمكاننا أن نعمل 1,000 صفقة في الثانية. أوكي؟ من ناحية التعقيد في شراء العملات الرقمية مثل البيتكوين والإثيريوم مقارنة مع الليبرا. فالليبرا هي أهون بكثير، شراء هذه العملة أو بيعها أسهل بكثير من العملات الرقمية الأخرى، فلذلك هي تحل محلهم. يعني أليكس ترى أن هذه الأمور يعني يمكن أن تسهل علينا الأمور الحياتية والاقتصادية، ولكن هناك أيضا أخطار. يعني لاحظنا أنه مثلا على سبيل المثال منظمة حماس تحاول أن تجند رؤوس أموال طريق البيتكوين، أو هناك من يقول بأن يمكن أن تكون هناك استراتيجيات تؤثر بالشكل السلبي على الأسواق. من يجب أن يكون قلق من هذا الموضوع؟ هذا صحيح. بداية القلق ليس بالكبير، صحيح أن منظمات إرهابية تحب تلقي التبرعات عن طريق العملات الرقمية، ولكن المواطن البسيط لا يعرف كيف ينشئ محفظة رقمية ولا يعرف المتاجرة بهذه العملات. مع الليبرا ستكون أكثر ودية وسهلة بالنسبة للإنسان البسيط، ولكن سيكون هناك آلية تمكننا من معرفة من تداول ومن تاجر ومن تبرع. نعم جدعان، يعني نعود إلى البلاد، نرى أن في تل أبيب هناك سفارة للبيتكوين، أو هناك أيضا إمكانيات لاستعمال التمويل من خلال آليات النقد وإلى ما هنالك. يعني نحن هل هذا في استعمال الجمهور؟ يعني سيصبح في استعمال أشخاص الذين يفهمون في هذا المجال. في الوقت الحالي ليس هناك تكيف لجميع المجتمع لهذه العملات. نعم. يوجد طبعا اهتمام، ولكن مع الليبرا الأمر سوف يكون أسهل بكثير. فأنت تقدر اليوم إذا لنأخذ مثال، شخص يشتغل في خارج البلاد يريد أن يبعث إلى عائلته أو أقربائه في دولة أخرى أموال نقدية أو شو، فهذه الشغلة هي صعبة معقدة، يوجد بها تكاليف باهظة جدا ما يقارب 7% عمولة. ولكن مع الليبرا هذه العمولة سوف تكون تقريبا مجانية، سوف تكون عمولة صغيرة جدا ولكن تقريبا مجانية.
مع الليبرا أنت تقدر بأن تذهب إلى أي فرمشية أو حانوت وأن تشتري عن طريق الماكينات الصرف الآلية الليبرا. نعم. الليبرا، وعن طريق الواتساب أو الفيسبوك ماسنجر تقدر أن تبعثها لأي شخص. نعم. جدا شيق، يعني هذا الموضوع يمكن أن يأخذنا وقت طويل لنتحدث عنه، ولكن بدون شك التكنولوجيا في خدمة الجمهور، في خدمة المواطن في كافة أنحاء العالم، بما في ذلك أشخاص من دول نامية لم يستعملوا حتى الآن هذه الآليات، يعني هذه مبادرة جديرة بأن تبحث من قبل فيسبوك وعدة شركات أخرى. السيد الدكتور أليكس كومان الخبير في الشؤون الاقتصادية، شكرا لك. السيد جدعان ببار صاحب شركة استثمار وخبير اقتصادي، شكرا لكما على هذه المشاركة. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من الملفات الاقتصادية، ألقاكم في حلقة جديدة مع ملفات جديدة.